انا قد شفتك مطرب يا اخي، لا تشغل نفسك ولا حاجه. مثل ما قلت لك يعني يخرج من الشبح ربعين، وبعدين انا معارفي محدودين جدا، وما اعتقدش ان انا شفتك من قبل ابدا، وما اعتقدش ان انا شفتك او شفتني، وما اعتقدش ان احنا نعرف بعض ابدا. وانت كمان قد شفتك؟ بالله عليكم بتكون قد شفتني، وانا اصلا ما اخرجش من البيت نهائيا. لا لا لا، انا قد شفتكم من قبل ومتاكد، حتى صوتكم يرن في راسي. يا اخي شكل السهر لعب بعقلك وخلك تشوف الناس كلهم انك تعرفهم. يمكن صح. أنت متأكد من هذه زوجتك؟ أيوة طبعاً زوجتي، مالك؟ هذه زوجتي بالحلال وعلى سنة الله ورسوله. طبعاً ليش بتسأل؟ لا لا، بعض الناس يتكلم عن الزوج وكأنه الحاجة الوحيدة اللي هي حلال، وينسى أنه يأكل حقوق الناس وينهب ثرواتهم ويعتبرها حاجة مش حرام. هاي أختي، أنت متأكدة أن هذا زوجك؟ أيوة زوجي، ومتأكدة كمان، ولا تشتدي لك ورقة العقد. لا لا، بس بقول لك كلام وتحطيه في راسك. بعض المسؤولين والهوامير الكبار يدوروا بعد البنات اللي هي صغار السن، يتزوجوا بهن سنة سنتين ثلاث سنوات ورجموا بهن مثل الكلاب. ومن قال لك يرمونا؟ بالعكس يدلعونا ويحققوا كل أحلامنا. أما شو اللي لي شاب صغير إيش أسوي به؟ أحوش فيه به ولا عدن يرجع أشقي عليه؟ المشكلة بك أنتين، أصبحت هذا الأيام عندك الموضة، تدورين بعد الرجال الجاهز واللي معه فلوس. ها؟ قتلكن الطمع وما تشتنش تتزوجين الشباب اللي تطرحوا يدكم بيد بعض وتكافحوا سوا وتتعبوا سوا. الله يحفظك يا كاذية. بس